نحن هنا زرعنا ليس فقط شجرة الزيتون، وإنما زرعنا أرض فلسطين، تراب فلسطين في قلب الجزائر، لنؤكد أن فلسطين تسكن قلب كل عربي وكل مسلم وكل جزائري. ما شاء الله. عشق فلسطين، حب فلسطين، حب المسجد الأقصى المبارك يسكن قلوب الجميع. وهذه بشارة في انعقاد القمة العربية وفي الفاتح من نوفمبر، وأيضا في اليوم ذكرى وعد بلفور الذي أعطى فيه من لا يملك وعدا لمن لا يستحق. هذا التزامن يؤكد لنا أن ما نزرعه على الأرض سيمحو آثار وعد بلفور، وهذا الوعد سينقض يوما قريبا بإذن الله.